السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا راح نعمل مراجعة لجميع المحاضرات. تحدثنا في المحاضرة الأولى عن بدايات علم النفس النمو، وعرفنا علم النفس النمو، وتحدثنا عن أهمية علم النفس النمو، وعرفنا علم النفس النمو بأنه فرع من فروع علم النفس، وهو سلسلة من التغيرات والتطورات التي تعتري الفرد خلال مراحل نموه المختلفة. إذا سلسلة من التغيرات والتطورات التي تعتري الفرد خلال مراحل نموه المختلفة، ويشمل كافة التغيرات العضوية والتغيرات الوظيفية التي تسير بالكائن البشري إلى الارتقاء، وهو سلسلة من التغييرات الوظيفية التي تسير بالكائن البشري إلى الارتقاء، أو سلسلة متصلة من التغييرات ذات نمط منتظم ومترابط. إذا النمو يشير إلى كافة التغييرات الجسمية والتي في طبيعتها كمية، لأنها تتضمن إضافات أكثر من تحولات مثل هذه التغييرات كزيادة في الطول أو الوزن أو اتساع الأنف. النضج غالبا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف التغيرات التي تعتبر مستقلة إلى حد ما عن بيئة الطفل، والتي غالبا ما تعود إلى الاستعدادات الوراثية، أي تشير كلمة النضج إلى أنماط التغيير المحددة داخليا مثل حجم الجسم، وهي واحدة عند جميع أفراد النوع بغض النظر عن التدريب. عرفنا التعلم، وهو تعديل في السلوك نتيجة الخبرة والممارسة. إذا تعديل في السلوك نتيجة الخبرة والممارسة. إذا هو تعديل في السلوك نتيجة الخبرة والممارسة، وليس نتيجة عمليات النضج أو نتيجة تأثيرات المؤقتة العقاقير أو التعب. وعرفنا التطور أو ارتقاء العملية الكلية يتوافق فيها الفرد مع بيئته. وعرفنا النمو بشكل عام وبمعناه العام، وهو الأهم، وهو سلسلة متتابعة من التغيرات التي تهدف إلى اكتمال نضج الكائن الحي، ويهتم بجميع النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية، وتحدث هذه التغيرات بترتيب معين وبطريقة يمكن التنبؤ بها كنتيجة للنضج والخبرة. والنمو بهذا المعنى لا يحدث فجأة، بل يتطور بانتظام على خطوات متلاحقة، ولا يتكون النمو من مجرد إضافة بضع سنتيمترات طول الفرد، أو حتى مجرد تحسن في قدراته، بل هو عملية معقدة تتكون من تكامل كثير من البناءات والوظائف. النمو العضوي التكويني، ويقصد به نمو الفرد من حيث الطول والوزن والحجم والشكل والتكوين بصفة عامة نتيجة نمو هذه الأبعاد المختلفة. النمو السلوكي يقصد به نمو الوظائف الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية لتساير تطور حياة الفرد واتساع نطاق بيئته، وعلى هذا يشتمل النمو تغيرات كيميائية فيزيولوجية طبيعية نفسية اجتماعية. أهداف، وتحدثنا عن أهداف علم النفس النمو. هناك ثلاث أهداف أساسية: وصف التغيرات السلوكية فهمها، وتفسير التغيرات السلوكية. إذا وصف التغيرات السلوكية وفهمها، يلاحظ تعلق الرضيع بأمه وأن الأم تبادل طفلها هذا الشعور، ولكن متى يبدأ شعور التعلق في الظهور، وما هي مراحل تطوره، وهل الطفل متعلق بأمه تعلقا آمنا يكون أكثر قدرة على الاتصال بالغرباء، أم أن هذه القدرة تكون أكبر لدى الطفل الأقل تعلقا بأمه؟ هذه الأسئلة من النوع الوصفي، وإجابة على هذه الأسئلة بالبحث العلمي الذي يعتمد على الملاحظة. تفسير التغيرات السلوكية من الأسئلة التفسيرية: لماذا يتأخر الطفل في المشي أو يكون أكثر طلاقة في الكلام؟
أو أكثر قدرة على حل المشكلات المعقدة بتقدمه في العمر؟ وإلى أي حد ترجع هذه التغيرات؟ إلى الفطرة التي تشتمل فيما يشتمل الخصائص البيولوجية والعوامل الوراثية ونضج الجهاز العصبي، أو إلى الخبرة أي التعلم واستثارة البيئة؟ فمثلا إذا كان الأطفال المتقدمون في الكلام في عمر معين يختلفون وراثيا متخلفين نسبيا، نستنتج من هذا أن معدل التغير في النمو اللغوي يعتمد ولو جزئيا على الوراثة. أما إذا كشفت البحوث على أن الأطفال المتقدمين في الكلام يلقون تشجيعا أكثر على إنجازهم اللغوي ويمارسون الكلام أكثر من غيرهم، فإن نستنتج أن التحسن في القدرة اللغوية الحادث مع التقدم في العمر يمكن أن يرجع جزئيا على الأقل زيادة في الاستثارة البيئية. التدخل في التغييرات السلوكية وصف جيد لظواهره وتفسير دقيق صحيح لها من خلال تحديد العوامل المؤثرة فيها. لنفرض أن البحث العلمي أكد أن لنا في أن التاريخ التربوي الخاطئ للطفل يؤدي به إلى أن يصبح بطيئا في عمله المدرسي، تأثرا متمردا في علاقاته مع الأفراد، أن هذا التفسير يفيد في أغراض العلاج من خلال تصحيح نتائج الخبرات الخاطئة والتدريب على مهارة التعامل مع الآخرين، وقد يتخذ ذلك صورا عديدة لعل أهمها التربية التعويضية والتعلم بالعلاج. وتحدثنا في المحاضرة الثانية عن متطلبات ومظاهر النمو، وعرفنا متطلبات النمو وهي مطلب ينشأ في مرحلة معينة من حياة الفرد، وإنجاز ناجح يؤدي إلى سعادة ونجاح هذا الشخص في واجبات تالية، بينما يؤدي الفشل إلى التعاسة وعدم تقبل المجتمع له والصعوبة مع المتطلبات التالية. وتنشأ المتطلبات نتيجة نضج جسمي مثل الزحف والتعلم المشي وزوغ الأسنان وزيادة في الحجم، أو الضغوط الثقافية للمجتمع، كل فرد يولد على الفطرة ويكون متحفزا للتفكير والإبداع، لكن ضغط المجتمع يطفئ النور الفكري ويقيده في قوالب جامدة فيستجيب الفرد لما يريده له المجتمع. ولكن السؤال، متى يتحرر الفرد من سلطة المجتمع؟ رغبة الفرد بالتعلم وسائل نحو اكتشاف المعلومات ونظر الأمور بموضوعية، وعرفنا القيمة بأنها قناعة الإنسان وإيمانه بالأهداف المشروعة التي تعطيه معيار إطلاق الحكم على الأفعال والأشياء سواء بحسن أو قبح. ودائما أهداف مكتسبة وليست وراثية، وتحتمل الحق والباطل، وهي ذاتية تعبر عن مشاعر الإنسان ونسبية تختلف من شخص لآخر وإنسانية متعلقة بالإنسان. طبعا تحدثنا عن مرحلة الميلاد، مراحل النمو من مرحلة الميلاد حتى مرحلة الشيخوخة. ومرحلة الميلاد مرحلة الرضيع والطفولة المبكرة أي إلى 6 سنوات. إذا مرحلة المهد، الميلاد هي المهد أو مرحلة الإخصاب حتى الولادة، من الولادة حتى 2 أسبوع مرحلة المهد، من 2 أسبوع حتى 2 سنين مرحلة الرضاعة، من 2 سنين حتى 6 سنوات مرحلة الطفولة المبكرة. وتمثل هذه المطالب في تناول الطعام، المشي والكلام، وضبط الإخراج، والثقة في الذات وفي الآخرين، واكتشاف البيئة، والتطابق مع طفل آخر من جنسه، والارتباط اجتماعياً. والتمييز بين الخطأ والصواب وتكوين الضمير. مرحلة من 6 سنوات إلى 12 سنة وهي الطفولة المتوسطة، توسيع معرفته عن بيئته المادية والاجتماعية، تعلم دور الجنس المناسب، نمو الثقة وتقدير الذات، اكتساب مهارات أكاديمية ومهارات التفكير والتمييز، تعلم مهارات الجسمية والاجتماعية. مرحلة النمو من 12 إلى 15 سنة، نمو الثقة بالذات والإحساس بالهوية، التكيف مع التغيرات الجسمية، اكتساب الميول الجنسية وعلاقات أكثر نضجا مع الأقران، تحقيق الاستقلال العاطفي عن الوالدين، استكشاف الميول والقدرات واختيار العمل،
تكوين مجموعة من القيم والمثل التي تؤهله للأدوار الاجتماعية، التهيؤ للزواج والحياة الأسرية. مرحلة النمو من 18 إلى 35، الرشد المبكر، إتمام التعليم الرسمي واختيار مهنة، الاطلاع بالحياة الأسرية ورعاية الأبناء والانسجام الأسري، نمو المسؤولية والشعور بحاجة الأسرة، تشكيل أو فلسفة أو نظرة للحياة. إذا مرحلة النمو من 18 إلى 35 وهي الرشد المبكر، إتمام التعليم الرسمي واختيار المهنة، الاطلاع بالحياة الأسرية ورعاية الأبناء والانسجام الأسري، نمو المسؤولية والشعور بحاجات الأسرة، تشكيل فلسفة ونظرة للحياة. مرحلة النمو من 35 إلى 60 سنة متوسط العمر، تقبل وتحمل مسؤولية اجتماعية أكبر، بناء نماذج ومعيار للحياة، مساعدة أبنائه لكي يصبحوا راشدين أكثر فعالية، التكيف القيام بدور الأب المسن، تقبل المتغيرات الفيزيولوجية التي تحدث في خريف العمر. إذا مرحلة النمو 35 إلى 60، تقبل وتحمل مسؤولية اجتماعية أكبر، بناء نموذج ومعيار للحياة، مساعدة أبنائه لكي يصبحوا راشدين أكثر فعالية، التكيف بالقيام بدور المسن، تقبل التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث في خريف العمر. مرحلة الشيخوخة ما بعد 60، التكيف مع ازدياد القصور الجسمي، التكيف مع نقص الدخل، التقارب مع المسنين، تقبل حياة الخروج من العمل أو التقاعد. إذا التكيف مع ازدياد قصور العمر، التكيف مع نقص الدخل، التقارب مع المسنين، وتقبل حياة الخروج عن العمل أو التقاعد. مراحل النمو بياجيه يقسمه على أساس الأنشطة العقلية، وكوبلرج على أساس المعتقدات الأخلاقية. وسليمان يقسمه على أساس قدرة الفرد على أن يضع نفسه في موضع الآخرين، وأريكسون يقسمه بناء على أوجه النشاط التي ضمنها الشخصية بأكملها. طبعا مراحل العمر، مرحلة الجنين تبدأ من بداية الحمل حتى الولادة، مرحلة الرضيع تبدأ من بعد الولادة حتى عمر سنتين، مرحلة الطفولة المبكرة تبدأ من نهاية السنة الثانية حتى 6 سنوات، مرحلة الطفولة المتأخرة تمتد من 6 سنوات حتى 12 سنة، مرحلة المراهقة تمتد من بداية البلوغ والنضج الجنسي من حوالي 13 سنة للذكور و12 سنة للإناث حتى السن 20، ومرحلة الرشد والشباب تمتد من 21 حتى 40، ومرحلة الكهولة أو أوسط العمر من 40 حتى 60، ومرحلة الشيخوخة تمتد من 60 حتى 70، ومرحلة الهرم تبدأ من 70 حتى الوفاة. إذا مراحل النمو، مرحلة الجنين تبدأ من بداية الحمل حتى الولادة، مرحلة الرضيع تبدأ من بعد الولادة حتى عمر سنتين، مرحلة الطفولة المبكرة تبدأ من نهاية السنة الثانية حتى 6 سنوات، مرحلة الطفولة المتأخرة تمتد من عمر 6 سنوات حتى 12 سنة تقريبا، مرحلة المراهقة تمتد من بداية البلوغ والنضج الجنسي من حوالي 13 سنة للذكور و12 سنة للإناث حتى السن 20، مرحلة الرشد والشباب تمتد من 21 سنة حتى 40 سنة، ومرحلة الكهولة أو أوسط العمر تمتد من 40 سنة حتى 60 سنة تقريبا، ومرحلة الشيخوخة تمتد من 60 سنة إلى 70 تقريبا، ومرحلة الهرم تبدأ من 70 وتمتد حتى الوفاة. دائما مرحلة ما قبل الولادة، طبعا من لحظة الإخصاب حتى الولادة، الطفل حديث الولادة، تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة وتستمر مدة أسبوعين. في هذه المرحلة يبدأ الطفل بالتكيف مع الوسط الخارجي، يبدأ بالرضاعة، كما أنه يبدأ بالتنفس عن طريق الرئتين، ويبدأ الجسم بتكوين الأجسام المضادة ضد مختلف الأمراض المعدية، ويتم في هذه المرحلة سقوط الحبل السري، وينام الطفل حديث الولادة بمعدل 20 ساعة تقريبا. إذا السؤال، مرحلة تحدث عن مرحلة الطفل حديث الولادة،
المطلوب تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة وتستمر منذ مدة أسبوعين. وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل بالتكيف مع الوسط الخارجي، حيث يبدأ بالرضاعة من ثدي الأم، كما أنه يبدأ بالتنفس عن طريق الرئتين، ويبدأ الجسم بتكوين الأجسام المضادة ضد مختلف الأمراض المعدية، ويتم في هذه المرحلة سقوط الحبل السري. وينام الطفل حديث الولادة بمعدل 20 ساعة تقريبا. إذن حديث الولادة، مرحلة المهد أو مرحلة الرضاعة من أسبوعين حتى سنتين. إذن السؤال تحدث عن مرحلة المهد. تمتد هذه المرحلة من أسبوعين إلى سنتين، ويطلق عليه اسم مرحلة الرضاعة. وفي هذه المرحلة يعتمد الرضيع على الآخرين في إشباع حاجياته، وفي التدرج يصبح أكثر استقلالية واعتمادا على نفسه، من خلال تعلم ضبط عضلاته، ضبط تغذية نفسه، تعلم المشي، الكلام، اللعب. تتميز هذه المرحلة بالنمو السريع، النمو الجسم السريع، زيادة الوزن، زيادة في الطول، تظهر أسنان لبنية في الشهر السادس، تنمو العضلات في حجمها ولكن عددها لا يزيد. يتعلم الرضيع اللغة، تظهر عنده الكلمة الأولى في الشهر التاسع تقريبا، وتعتبر السنة الأولى من مرحلة من العمر مرحلة الكلمة الأولى. أما مرحلة الكلمتين فتأتي في السنة الثانية، خاصة في النصف الآخر، ويتعلم الرضيع أو النصف الأخير، ويتعلم الرضيع استجابة المثيرات المرتبطة باهتمام الكبار والصغار به جسميا واجتماعيا. مرحلة الطفولة المبكرة أو مرحلة ما قبل المدرسة من سنتين حتى 5 سنوات، نمو سريع. تتميز، ما هي مميزات مرحلة الطفولة المبكرة؟ نمو سريع ولكن بدرجة أقل من المرحلة السابقة، التحكم في عملية الإخراج، ويعتمد على النضج والتمرين، ويتحكم الطفل بالتبرز في نهاية العام الأول، ويتم ضبط التبول النهاري حوالي منتصف العام الثاني، أما التبول الليلي في منتصف العام الثالث. زيادة الميل للحركة، محاولة التعرف على البيئة المحيطة، النمو السريع في اللغة، تكوين المفاهيم الاجتماعية، بداية التمييز بين الخير والشر وبين الخطأ والصواب، وتكوين الضمير. إذا ما هي مميزات مرحلة الطفولة المبكرة من 2 حتى 5 سنوات؟ نمو سريع ولكن بدرجة أقل من المرحلة السابقة، التحكم في عملية الإخراج، ويعتمد على النضج والتمرين، ويتحكم الطفل بالتبرز في نهاية العام الأول، ويتم ضبط التبول النهاري حوالي منتصف العام الثاني، أما التبول الليلي في منتصف العام الثالث. زيادة الميل للحركة، محاولة التعرف على البيئة المحيطة، النمو السريع في اللغة، تكوين المفاهيم الاجتماعية، بداية التمييز بين الخير والشر وبين الخطأ والصواب، وتكوين الضمير. مظاهر النمو في مرحلة الطفولة المبكرة، في السنة الثانية يعبر الطفل عن نفسه. في السنة الرابعة يسأل الطفل أسئلة كثيرة ويصبح قادرا على تكوين المفاهيم الحسية. في السنة الخامسة يصبح قادرا على التسلق والقفز، ويتحسن النطق لديه، ويختفي عنده الكلام الطفلي مثل الجمل الناقصة والإبدال وغيرها. مرحلة الطفولة المتوسطة من 6 إلى 9 سنوات. في هذه المرحلة يلتحق الطفل بالصف الأول، ويسير النمو في هذه المرحلة بشكل بطيء، حتى أن هذه المرحلة تعد مرحلة كمون نسبي في معدل النمو. وفي هذه المرحلة تسقط الأسنان المؤقتة وتظهر محلها الأسنان الدائمة. هناك دائما نشاط وطاقة زائدة عند الطفل، زيادة اعتماد على النفس والاستقلال عن الوالدين، تحقيق الذات، اهتمام الطفل بتكوين صداقات، قد يهتم بأصدقائه أكثر من اهتمامه بأفراد أسرته. يأخذ الأطفال في هذا السن الأمور بجدية، ويتوقعون الجدية من الكبار، لذلك يجب معاملتهم معاملة تتصل بالثبات وتخلو من التذبذب. مرحلة الطفولة المتأخرة، يحدد أطفال التاسع والعاشر مستويات لإنجازهم، كما يمارسون نشاط يحبون يتعلموها، ومن أنهم لا يعتمدون على المديح في أعمالهم إلا أنهم يتوقعون حين ينجزون عملا ما بنجاح. في هذه المرحلة التنافس الاجتماعي، في هذه المرحلة يمقت الأطفال في كل أمر يبدو غير عادل، والرغبة في اللعب تسيطر عليهم. وحدة الجنس في بدء المرحلة، ولكن سرعان ما تحول إلى الرغبة في الجنس الآخر، وخاصة في نهاية المرحلة حيث تبدأ بوادر المراهقة بالظهور.
وتتسع دائرة الصداقة في هذه المرحلة وفي مرحلة الطفولة المتأخرة، ويزداد التمايز بين الجنسين بشكل واضح، ويتعلم الطفل المعايير الخلقية والقيم، ويصبح قادرا على ضبط انفعالاته، كما أنه يكون مستعدا لتحمل المسؤولية. المرحلة المراهقة من 12 إلى 20 تمتاز بأنها مرحلة البلوغ الجنسي، حيث تبدأ الغدة التناسلية بالعمل، وفي هذه المرحلة يسير النمو نحو الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي. في المحاضرة الثالثة، العوامل المؤثرة في تكوين الجنين. إذا ما هي العوامل المؤثرة في تكوين الجنين؟ هناك العوامل المرضية، مثل الإدمان، إدمان المخدرات، العقاقير الطبية، التدخين، والعوامل الغذائية، إذا العوامل الفيزيائية، العوامل الغذائية والعوامل الانفعالية. إذا تلعب انفعالات الأم دورا غير مباشرا في نمو الجنين، كاضطراب الشديد المتكرر، غضب زائد، قلق، والتي تؤدي إلى اضطراب في إفرازات الغدد، مثال زيادة هرمون الأدرينالين. بفعل القلق يحدث توتر عصبي ينتج عنه مضاعفة حركة الجنين داخل الرحم. العوامل الوراثية، الأمراض الوراثية تنتقل بوراثة تؤثر على نمو الجنين، وتزداد فرص انتقالها إذا كانت منقولة من كلا الوالدين، ومن هذه الأمراض الصرع والتخلف العقلي والفصام والاكتئاب. تطور الجنين خلال أشهر الحمل، الأعراض الانفعالية في الشهر الأول، شعور بعدم اتزان كتلك الحالة تسبق الدورة الشهرية، تحول سريع في المزاج، قلة الصبر والتوتر والحرية والقلق، أو قد تشعر الأم بخوف وفرح وروح معنوية عالية. الأعراض الانفعالية في الشهر التاسع، إذا في الشهر الأول وفي الشهر التاسع، في الشهر التاسع شعور الحرية والقلق يخالطه شعور بالسرور والغبطة، شرود في الذهن وقلة الانتباه والنسيان، حساسية مفرطة وقابلية عالية للانفعال، وحدة في الطبع وقلة في الصبر، أحلام وتخيلات عن الطفل المرتقب، وينصح الأم الحامل أن تمشي لفترات متقطعة طويلة، ويفضل المشي خارج المنزل أي في مساحة مفتوحة، وعلى الزوج رفع روح المعنوية للزوجة وتجنب أي مشكلة في هذه الفترة. إذا الأعراض الانفعالية في الشهر الأول وفي الشهر التاسع وفي الشهر السابع. في الشهر السابع زيادة في الانفعال والقلق بشأن الأمومة والأم والولادة، شرود في الذهن، أحلام وتخيلات على الجنين، ملل ونفاد الصبر من الحمل، شعور قوي بأن الفترة الباقية من الحمل أو تمر الفترة الباقية من الحمل بأسرع ما يمكن، وينصح الأم بأن ترفع قدميها في حال وجود ورم في القدمين. إذن المحاضرة الثالثة، ننتقل إلى المحاضرة الرابعة، مرحلة المهد. إذن مرحلة المهد إذن إذن مرحلة المهد
مظاهر النمو المختلفة لدى الطفل في مرحلة المهد. النمو الجسمي يبلغ الطفل قد يصل إلى 50 سم طوله، وبعد عام واحد يزداد طوله إلى أكثر من الثلث، ويبلغ وزنه عند الميلاد حوالي 5.3 كيلوغرام تقريبا، ويقل وزنه قليلا في أيام الأولى، ولكن يعود لاكتساب ما فقده منه ويزداد وزنه بعد ذلك ليصل إلى 9 كيلوغرام تقريبا. يغطي جلده طبقة شمعية دهنية سرعان ما تزول نتيجة اعتماده على التغذية خلال 5 إلى 8 ساعات بعد ولادته. ويوجد فراغ في وسط عظام الجمجمة من الأعلى، وتكتمل هذه العظام بعد الشهر 18 إلى 24 من عمره. النمو الحسي، إذا بعد الولادة تنتظم حياته يوما بعد يوم، تصل إلى وضع يؤدي فيه إلى كل الحواس، حاسة الأبصار وحاسة السمع والإحساس باللمس. في حاسة الأبصار يتقدم نمو الطفل في القدرات البصرية بمعدل سريع، فبعد الميلاد بفترة وجيزة يبدو الطفل قدرة على رؤية الأضواء المتحركة في محيط نجاعه البصري. حاسة السمع يتضح من البحوث أن الوليد قادر على سماع الأصوات منذ الوهلة الأولى، وبعض البحوث تؤكد على أن الجنين وهو في بطن أمه يسمع الأصوات قبل ولادته، حيث يسمع صوت دقات قلب الأم ويسمع شرايين الأبهر في منطقة البطن. حاسة الشم، المولود يستجيب بصورة واضحة للروائح القوية، خاصة الروائح المنفرة مثل النشادر. حاسة الذوق، تبين الدراسات الأجريت أن في هذا المجال الولد يستطيع التمييز بين أنواع التذوق الأساسية الحلو والمر والمالح. حاسة الشم وحاسة الذوق، حاجات الفيزيولوجية لدى الطفل، وهي الحاجة إلى الغذاء، الحاجة إلى النوم، الحاجة إلى الإخراج، والحاجة إلى تنظيم درجات الحرارة. إذا الحاجة إلى الغذاء، حيث يحتاج الطفل إلى 8 وجبات في اليوم، والحاجة إلى النوم، وينام يوميا حوالي 8 فترات ولا يصحو إلا للتغذية والإخراج. الحاجة إلى الإخراج، يتخلص من فضلاته بطريقة لا إرادية، حيث لا يستطيع السيطرة على عملية التبول والإخراج. الحاجة إلى تنظيم درجة الحرارة، يتعرض الوليد الجديد إلى درجة حرارة تختلف عن درجة حرارة الرحم، وعلى الأم تهيئة درجة حرارة جديدة من درجة الحرارة كان يعيش وسطها. النمو الحركي، حركات معاكس يقوم بها، يقوم الوليد خلال يقضي بحركات عشوائية متنوعة غير منتظمة. الجهاز العصبي لديه وسلوك الحركة يمثل مجموعة من حركات معاكسة. حركات المعاكسة اللي يقوم بها الطفل، المنعكس الانتقائي، إذا المنعكسات، إذا سؤال، ما هي المنعكسات التي يقوم بها الطفل حديث الولادة؟ المنعكس الانتقائي ويتمثل بإدارة رأس الوليد آليا نحو المصدر عند ملامسة أسفل خده. منعكس مورا يتمثل بحركة تقويس الظهر وابعاد الرأس والدفع بالذراعين والساقين إلى الأمام ثم إلى الأسفل عند سماع صوت مرتفع أو ضوء مبهر، أو عند فقدان أو الشعور بفقدان السند أو الدعم. منعكس بانسيبيك، وهو انفراج أصابع القدم عند ضرب الكعب أو حك باطن القدم. منعكس الإمساك أو الإطباق، فيقوم بمسك الشيء بجميع أصابع اليد إذا وضع في راحته. أو منعكس الخطو، إذا أمسك الوليد بالشخص الواقف ولامس قدماه الأرض وسحب إلى الأمام، فإنه يقوم بتحريك أقدامه وكأنه يمشي. منعكس السباحة، عندما يوضع الطفل على وضع الاستلقاء على معدته فإنه يمدد يديه ورجليه. المنعكسات ذات الصفة الوقائية مثل الرمش العين والكحة. إذا المنعكسات التي يقوم بها الطفل، منعكس انتقائي، منعكس مورو، منعكس بانسيبيك، منعكس الإمساك، ومنعكس الخطو، ومنعكس السباحة، والمنعكسات ذات الصفة الوقائية. إذا ما هي الحركات الانعكاسية لدى الطفل؟ منعكس انتقائي، منعكس مورو، منعكس بانسيبك، منعكس الإمساك، منعكس الخطو، ومنعكس السباحة، ومنعكسات ذات الصفة الوقائية. ما هي السؤال، ما هي فوائد الأفعال الانعكاسية؟ المحافظة على الحياة عن طريق البحث عن الغذاء. لبعض هذه الانعكاسات صفة وقائية، ومنها رمش العين مقفالها إذا تعرضت للضوء. وجود هذه الانعكاسات دليل على النضج العصبي السليم.
وعدم وجود يشير إلى تلف عصبي. استجابات انعكاسية ضرورية لتعلم خبرات أكثر تطورا في حياة الطفل. انعكاس الامتصاص الذي يقوم به الوليد عندما وضع الثدي في فمه وتطور فيما بعد. طريقة التعليم إلى تعلم طريقة تناول الطعام ووضعه في فمه، إلى الجلوس على المائدة واستخدام أدوات. مرحلة الرضاعة، طبعا متطلبات النمو والطفولة في أول سنتين، النمو الجسمي والمشي، التحكم في الإخراج، النمو الحسي والنمو العقلي والنمو اللغوي، والعوامل المؤثرة في نمو لغة الطفل. خصائص نمائية الطفل في أول سنتين من الولادة إلى 6 أشهر. يستجيب الطفل للصوت المفاجئ والرقيق، يختلف بكاءه باختلاف احتياجاته من جوع أو بلل أو ألم. يميز صوت أمه، يبتسم للآخرين، يصدر أصوات مختلفة عند المناغاة، ويتابع بعينيه أجسام متحركة في جميع الاتجاهات. المشي وأهميته، إذا المحاضرة الخامسة، المشي وأهميته. إذا المشي مظهر من مظاهر النمو الحركي الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على النضج العضلي ابتداء من الشهر الثالث، حيث تأخذ عضلات الطفل في شيء من الصلابة تساعد على السيطرة على حركاته. يمكن القول أن عامل النضج العامل المسيطر على نمو الطفل في هذه السن المبكرة، وأن عامل التعلم والتدريب ضئيل الأثر. وجدوى بالتالي يوضح المراحل التي يمر بها الطفل حتى تكتمل لديه القدرة على المشي. العمليات العقلية لدى الطفل، إذا النمو العقلي لدى الطفل من الولادة حتى الشهر الثالث، يمتاز الطفل بالخصائص التالية: عالمه الوحيد الموجود هو ذلك الذي يراه في الوقت الحاضر. يحدد الطفل موقع الصوت الصادر من أمامه وليس من خلفه، ويلتفت إلى الاتجاه الصحيح إذا سمع صوتا دون القدرة على تحديد موقعه. يرد على الابتسامة ابتسامة، يبكي عند الجوع والانزعاج، ويستجيب للعوامل المحيطة بمجموعة من الانعكاسات اللا إرادية. من الشهر التاسع حتى الشهر الثالث عشر، يشير إلى الأشياء التي يريدها. يبدأ بتقليد سلوك الآخرين، الأعمال البسيطة، تغطية العين، التصفيق باليدين، تقليد الأصوات. يشير إلى الأشياء التي يريدها طبعا. يهتم لوقت أطول بالألعاب، ويتعامل معها بطريقة ملائمة، في الضغط على الأزرار في اللعب أو معانقة الدمى. ينظر بعيدا ثم يعود إلى ما كان يفعله، ويضع الأشياء داخل وعاء، يضع مكعبين فوق بعضهما مقلدا. يحب النظر إلى الصور. تبرز المخاوف الأولى لديه كالخوف من الغرباء، ويقوم بإشارة مع السلامة. طبعا من الشهر التاسع عشر إلى 24 يرسم خطا أفقيا بعد أن يراه قد رسم أمامه قد رسم أمامه. يبني برجا من 6 مكعبات، يبني جسرا من 3 مكعبات، يكون جملة من 3 كلمات، يعرف اسمه، ويستجيب للمثيرات بطرق تشبع حاجيته. ننتقل إلى النمو اللغوي لدى الطفل. ما هي السؤال ما هي العوامل المؤثرة في نمو لغة الطفل؟ أولا النضج والعمر الزمني، الذكاء، الجنس، و المهارات الحركية. إذا ما هي العوامل المؤثرة في نمو لغة الطفل؟ السؤال ما هي العوامل المؤثرة في نمو لغة الطفل؟ النضج والعمر الزمني. طبعا يتهيأ الطفل للكلام عندما تكون أعضاؤه الكلامية ومراكزه العصبية قد بلغت درجة كافية من النضج، فالطفل لا يستطيع تعلم استجاباته اللغوية إلا بعد أن يصل من العمر والنضج إلى حد كاف يسمح له بتعلمها. ويعود الارتباط بين السن والنضج للطفل إلى نضج جهاز الكلام لديه.
الطفل دائما ينطق بالكلمة الأولى غالبا في نهاية السنة الأولى من عمره. في العام السادس تصل مفرداته إلى 2652 مفردة، ويتركز الكلام حول الذات في عمر 5 إلى 6 سنوات. طبعا 5 6 سنوات يأخذ طابعا اجتماعيا، ويأخذ طابعا اجتماعيا كلما تقدم في العمر. 2 الذكاء، إذا العمر الزمني، الذكاء، ذكاء الطفل يلعب دورا كبيرا في نمو الجهاز الصوتي للنطق، يكيف مدى قدرته على استخدام اللغة. الطفل ضعيف الذكاء أبطأ من الذكي في حديثه، وإن كان أقل قدرة على التمكن من الكلمات والتراكيب. التأخر اللغوي الحاد يرتبط ارتباطا كبيرا بالضعف العقلي، والتخلف في النمو اللغوي ليس سببه تخلف في الذكاء دائما، فقد تكون له أسباب أخرى فيزيولوجية أو عصبية أو انفعالية. ثالثا الصحة. إذا هناك علاقة إيجابية كبيرة بين نشاط الطفل ونموه اللغوي، فكلما كان الطفل سليما من ناحية جسمية كان أكثر نشاطا، ثم يكون أكثر قدرة على اكتساب اللغة. تؤثر الحالة الصحية للطفل على أغلب عمليات النمو المختلفة، وبالتالي قد تؤثر مظاهر النمو على تقدم لغة الطفل. فقد وجد أن أي تأخر في النمو الحركي في مرحلة الطفولة المبكرة بسبب المرض، وينتج عنه قلة اللعب بالأصوات في المراحل الخاصة به. رابعا الجنس. إذا النمو اللغوي عند البنات أسرع مما هو عليه عند البنين. ولا سيما في السنوات الأولى من العمر. إذا البنات يبدأن المناغاة قبل البنين، وأن قدرتهن على تنوع الأصوات أثناء المناغاة تفوق قدرة الذكور، ويستمر تفوق البنات على البنين خلال مرحلة الرضاعة وفي كل جوانب اللغة، بداية الكلام، عدد المفردات اللغوية، طول الجملة ودرجتها في التعقيد، سهولة فهم الكلام، عدد الأنماط الصوتية المختلفة. المهارات الحركية. إذا النمو اللغوي يوازي نمط النمو الحركي، بعد أن يصبح المشي آليا فإن انتباه الطفل يركز على الكلام، فيحدث زيادة في سرعة الكلام. وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة فإن شوقه للتعلم يمنحه دفعة جديدة لتعلم كلمات جديدة. ما هي العوامل التي تساعد على اكتساب المهارة اللغوية؟ الممارسة والتكرار، الفهم والتعلم، التوجيه، القدوة الحسنة، التشجيع والنجاح، الذكاء وارتباط المحصول اللفظي، الوضع الصحي والحسي للطفل، الوسط الاجتماعي والحالة الاقتصادية، البيئة. الأطفال أشد فقرا تتدنى مهاراتهم اللغوية، في حين أن أطفال البيئة الاجتماعية الميسورة يتكلمون تلقائيا ويعبرون بوضوح عن آرائهم. البيئة اللغوية والقراءة والكتابة في المنزل ودورها في اكتساب مهارات أي لغة. إذا ما هي العوامل التي تساعد على اكتساب المهارة اللغوية؟ الممارسة والتكرار، الفهم والتعلم، التوجيه، القدوة الحسنة، الذكاء، الوضع الصحي، الوسط الاجتماعي، البيئة اللغوية. إذا مرحلة البكاء عند الطفل، أجهزة الصوت لدى الجنين تكون قادرة على العمل منذ الشهر الخامس. تطور اللغة لدى الوليد بدءا من الصرخة الأولى التي تأتي بعد الميلاد مباشرة، وهي عملية عضوية تنتج بسبب دخول الهواء لأول مرة في الجهاز التنفسي. تتميز المرحلة بنمطين من السلوك الصوتي، سلوك الصوتي ذو الطبيعة الانفعالية، حيث يستخدم الوليد الصراخ كمظهر من مظاهر الانفعالية، والثاني تشمل تعبيرات صوتية تحتوي على مقاطع جزئية يمكن أن تصدر تلقائيا أو استجابة لأي مثير خارجي، سواء كان صراخا أو مقاطع ذات طبيعة خاصة. 2 مرحلة المناغاة. إذا مرحلة البكاء، مرحلة المناغاة تبدأ المناغاة في الشهر الرابع وتنتهي بالشهر السابع، وتعتبر المناغاة نشاطا انعكاسيا يحدث نتيجة استثارة الطفل داخليا عن طريق الإحساس الاستكشافي للشفتين واللسان والحلق. المرحلة يبدأ السلوك الصوتي عند الأطفال بالتنوع كما وكيفا، ويزداد تحكم الطفل في عملية التنفس وأجهزة النطق.
وبالنسبة لهذه المرحلة فإن الطفل يسمع الصوت الذي يصدره ويتعرف على خصائصه في النطق، وإن أعجبه الصوت أو الكلمة أعادها كنوع من تقليد الذاتي. إذا تعطلت هذه المرحلة نتيجة مرض فقد تسبب تأخر لغوي. ثالثا، مرحلة التقليد. تبدأ عملية تقليد الأصوات لدى الطفل من الشهر السابع وحتى بداية الشهر الحادي عشر، ويتميز كلام الطفل بهذه المرحلة بالرطانة، أي الكلام غير المفهوم. ومع تقدمه بالعمر تقترب أصواته من كلام الكبار، ويميل للتحكم في الأصوات التي يصدرها شيئا فشيئا. واستخدامه للأصوات هو تقليد الراشدين، لكن تقليده لا يكون كاملا بسبب عدم اكتمال الجهاز الصوتي لديه. يقوم الطفل في هذه المرحلة باستجابة لبعض الأصوات، بالتعبير عن نفسه، بتقليد الحركات التي يقوم بها الآخرون، ويستخدم الإيماءات والحركات كهز الرأس وتعبير عن الرفض أو الرضا. إذن مراحل: الفترة ما قبل اللغوية، مرحلة البكاء، مرحلة المناغاة، مرحلة التقليد، مرحلة إذا مرحلة بكاء، مناغاة، تقليد. ثانيا، الفترة اللغوية. طبعا تحدثنا الفترة الأولى قبل نهاية السنة الأولى أو مع نهاية الشهر الحادي عشر تقريبا. النمو الاجتماعي لدى الطفل، التعلق. إذن ما هو التعلق؟ طبعا من مظاهر السلوك الاجتماعي عند الطفل هو التعلق، وهو رغبته الشديدة في أن يكون قريبا جدا إلى درجة الالتصاق بشخص من الكبار من حوله. طبعا له هذا الشخص له مكانة معينة لديه، فهو يلحقه ويلاعبه ويطلب منه أن يحمله. دائما التعلق بالأم طبعا يكون أشد تأثيرا وأكثر أهمية بالنسبة للنمو في المراحل التالية، مرحلة المهد والرضاعة. في الشهر السادس والتاسع تقريبا من العمر يزداد ذلك حدة في الأشهر القليلة، ويكون التعلق مصحوبا بمشاعر قوية وأحيانا عنيفة، فهو يصر ويبتهج إذا لازم الشخص يتعلق به. أنواع التعلق: هناك تعلق آمن. إذا ما هي أنواع التعلق؟ التعلق الآمن الذي يظهر في الطفل أو يظهر فيه الطفل درجة أقل من الانزعاج عند غياب حاضنه، عندما يظهر فرحه وترحيبه عندما تعود إليه، وهو الذي يبدو فيه الطفل وكأنه واثق من أن الحاضن في متناول يده. فإذا كان الشخص الذي يتعلق به الطفل قادرا على التعبير عن الحب، وكانت استجابته للمشاعر الصغير واضحة لا غموض فيها، وإذا توفرت له المناسبات العديدة التي تحقق له الاستثارة الاجتماعية. إذا التعلق، أنواع التعلق: التعلق الآمن، التعلق القلق ذلك الذي يعبر عنه الطفل ببكاء شديد لمدة طويلة عندما يفصل عن أمه، ثم بكائه مرة أخرى عندما يجتمعان. كما أن الطفل ذا التعلق غير الآمن يبكي عندما يبتعد عن الالتصاق العضوي بجسم الأم، أي عندما تضعه على الأرض أو على الفراش بعيدا عنها، حيث يريد الطفل أن تكون الأم قريبة به منه باستمرار. أما كيف يتكون التعلق القلق عند الطفل؟ يحدث ذلك إذا لم يستجيب الكبير إلى حاجات الصغير بشكل مستقر وثابت، أو إذا استجاب بطريقة غير مناسبة كأن يهمل ذلك الطفل أو يؤجل استجابته لبكائه، فيتزعزع ثقة الطفل به. إذا التعلق الآمن والتعلق القلق. الخوف من الغريب. يتوافق سلوك التعلق لدى الطفل بآثار من القلق لوجود الغرباء في عالمهم، فيتضايق معظم الأطفال بين الشهرين الخامس والثامن من اقتراب الغرباء منهم تضايقا أليما، لأن يتحول إلى العبوس والصراخ والابتعاد، ويبلغ خوف الطفل من الغريب ذروته في نهاية السنة الأولى. ثم يبدأ بالاضمحلال، وذلك عندما لا يجد الرضيع في الغريب ما يستدعي خوفه. يعجز الوالدان عن تقبل ظاهرة الخوف الطفل من الغريب،
فينتابهم القلق من تدهور التطور النفسي للولد، مع العلم أن ظاهرة الخوف من الغريب ليست عامة، وبعض الأطفال طبعا بعض الأطفال لا تخاف من الغريب أو لا يكون لديها شعور الخوف من الغريب. قلق الانفصال، يميل أغلب الرضع بعد أن يتضح قلقه من الغريب إلى أن يخاف البعد عن والديهم أو عن الآخرين الذين سبق لهم أن تعلقوا بهم، ويبلغ قلق الانفصال ذروته بين الشهر 13 و 18 من العمر، حيث يبدأ بالزوال هو الآخر، ويعبر الأطفال عن قلق الانفصال بالإضافة إلى الصراخ والعبوس بالتعلق بالراشد عندما يحاول ترك المكان إلى آخر، وذلك لقدرة الطفل على المشي والحركة في تلك السن. ابن السنة لا يحتمل غياب أمه عنه لعدد من الدقائق، فتراه يصرخ ويركض إلى الباب ويتجول في الغرفة كما لو أن يبحث عنها، ويفقد كل اهتمام باللعب والدمى، وبهذا ويهدأ الصغير برجوع أمه ويتعلق بها ويقاوم أي حركة لبعد عنها. إذا التعلق، أنواع التعلق، إذا النمو الاجتماعي للطفل عندنا التعلق وأنواع التعلق. اللعب عند الأطفال نظرية جانبية جاية في اللعب، إذا النظرية الجانبية جاية في اللعب، إذا ترتبط بتفسيره نمو الذكاء. ويعتقد بياجيه أن وجود عمليتي التمثل والمطابقة ضروريتين لنمو كل كائن عضوي، وأبسط مثال ذلك أو أبسط مثال للتمثل هو الأكل. فالطعام بعد ابتلاعه يصبح جزءا من الكائن الحي، بينما تعني المطابقة توافق الكائن الحي مع العامل الخارجي. تغيير خط السير مثلا لتجنب عقبة من العقبات، أو انقباض أعصاب العين في الضوء الباهر. فالعمليتان متكاملتان. فالمطابقة تعديل يقوم به الكائن الحي إزاء العامل الخارجي لتمثل المعلومات، كما يرجع النمو العقلي إلى التبادل المستمر والنشط بين التمثل والمطابقة. ويحدث تكيف عندما تتعادل العمليتين أو تكونان في حال التوازن، وعندما لا يحدث هذا التوازن بين العمليتين فإن المطابقة مع الغاية قد تكون لها الغلبة على التمثل. ويميز بياجيه 4 فترات كبرى في النمو العقلي، فالطفل حتى الشهر 18 يعيش مرحلة حسية حركية، إذ يبدأ الطفل في هذه المرحلة بانطباعات غير متناسقة عن طريق حواسه المختلفة. في المرحلة التي تليها أو الثانية بين 2 و7 أو 8 أعوام، المرحلة التشخيصية، تنمو حصيلة الطفل الرمزية واللفظية، فيصبح قادرا على تصور الأشياء في غيابها، ويرمز إلى عامل الأشياء بكامله مع ما بينها من علاقات، وهذا يتم من خلال وجهته نظري الخاصة. في المرحلة الثالثة في 11 أو 12 يصبح الطفل قادرا على إعادة النظر في العمليات عقليا بالنسبة للحالات المادية فقط، ومع تقدم النمو يتوزع الانتباه وتصبح العمليات القابلة لإعادة النظر ممكنة عقليا في بادئ الأمر، ثم تنسق مع بعضها حتى ينظر إلى العلاقة المعينة كحالة عامة لكل فئة.
في المرحلة الرابعة، مرحلة المراهقة، تصبح العملية العقلية عمليات مجردة تجريدا تاما من الحالات المحسوسة جميعها. وفي كل مرحلة من هذه المراحل تنمو مدارك الطفل بالتجربة من خلال التفاعل والتوازن بين مناشط التمثل والمطابقة. يبدأ اللعب في المرحلة الحسية الحركية، إذ يرى بهجية أن الطفل حديث الولادة لا يدرك العامل في حدود الأشياء الموجودة في الزمان والمكان، فإن ردود الأفعال عند الطفل دائما الغائب عند الطفل ينساه، أما ما هو أمامه فهذا هو عالمه. وينتقل سلوك الطفل إلى ما وراء مرحلة الانعكاس، حيث تنضم عناصر جديدة إلى رد الفعل الدوري بين المؤثرات واستجابات، ويقلل نشاط الطفل تكرار لما فعله سابقا، وهذا ما يطلق عليه بهجية التمثل الاسترجاعي. ومثل هذا التكرار، ما من أجل التكرار هو في حد ذاته طبيعة أو طبيعة للعب. أما اللعب الرمزي الإيهامي أو فله وظيفة نفسها في نمو التفكير التشخيصي، كالوظيفة التي كان يقوم بها التدريب على اللعب في المرحلة الحسية الحركية. فالصفة الخاصة للعب الإيهامي تستمد من الصفة الخاصة لعملية الطفل العقلية في هذه المرحلة، ويصبح اللعب الإيهامي في المرحلة التشخيصية أكثر تنظيما وإحكاما مع نمو خبرات الطفل. يحدث انتقال كبير في التشخيص الصحيح الحقيقي. نظرية البياجيه في اللعب تقوم على 3 افتراضات أساسية. النمو العقلي يسير في تسلسل محدد من الممكن تسريعه أو تأخيره، ولكن التجربة لا يمكن أن تغيره وحدها. إن هذا التسلسل لا يكون مستمرا، بل يتألف من مراحل يجب أن تتم كل مرحلة منها قبل أن تبدأ المرحلة المعرفية التالية. إن هذا التسلسل في النمو العقلي يمكن تفسيره اعتمادا على نوع العمليات المنطقية التي يشتمل عليها. أنواع اللعب عند الأطفال: ألعاب تلقائية، وألعاب تمثيلية، وألعاب تركيبية، وألعاب فنية، وألعاب ترويحية ورياضية، وألعاب ثقافية. العوامل المؤثرة في اللعب، طبعا السؤال: ما هي أهمية اللعب؟ إذا السؤال مطروح: ما هي أهمية اللعب؟ يسهم بدورهم في تكوين النفس للطفل، وتكمن فيه أسس النشاط التي تسيطر على التلميذ في حياته المدرسية. يبدأ الطفل بإشباع حاجياته عن طريق اللعب، حيث تنفتح أمام الطفل أبعاد العلاقات الاجتماعية القائمة بين الناس، ويدرك أن الإسهام في أي نشاط يتطلب من التشخيص معرفة حقوقه وواجباته، وهذا ما يعكسه في نشاط لعبه. يتعلم الطفل عن طريق اللعب الجمع الذاتي والتنظيم الذاتي مع الجماعة، وتنسيقا لسلوكه مع الأدوار المتبادلة فيها. يعتبر اللعب مدخل أساسي لنمو الطفل عقليا ومعرفيا، ففي اللعب يبدأ الطفل في تعريف الأشياء وتصنيفها، ويتعلم مفاهيمها ويعمم فيما بينها على أساس لغوي. هذا يؤدي نشاط اللعب دورا كبيرا في النمو اللغوي للطفل وفي تكوين مهارات الاتصال لديه. في مرحلة الطفولة المتأخرة، إذا أو عفوا الطفولة المبكرة، مظاهر النمو العقلي لدى الطفل في هذه المرحلة في الطفولة المبكرة: الإدراك الحسي.
طبعا يعد الإدراك وسيلة الطفل الأولى للاتصال بنفسه والبيئة من حوله. النمو الإدراكي عند الطفل في هذه المرحلة يرتبط بنمو قدرته اللغوية. تزداد قدرة الطفل على إدراك الأشكال والأحجام والأوزان، فالطفل يختار أشكال قبل اختيار الألوان لأن الشكل لديه أهم من اللون. كما يستطيع الطفل في عامه الثالث أن يقارن بين الأحجام المختلفة الكبيرة والصغيرة، ثم يدرج به الأمر إلى إدراك الفرق بين إدراك الأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. التفكير يرى بيجي أن التفكير في هذه المرحلة يمتاز بعض الخصائص: السببية الظاهرية، الغرضية، الإيحائية، والتمركز حول الذات. السببية الظاهرية، فالطفل عندما يخاف من شيء ما فإنه يختبئ تحت الغطاء معتقدا أن الغطاء هو السبب في إنقاذه من الخوف. الغرضية، يعتقد الطفل أن لكل شيء في محيطه غرضا، فالشمس وجدت للتدفئة والسيارة للنقل والكرة للعب. الإيحائية، حيث يعتقد أن الأشياء الجامدة حية وتحس وتتأمل. التمركز حول الذات، فالأطفال يدركون العالم من منظورهم الخاص، فهم لا يستطيعون أن يأخذوا وجهة نظر الآخرين في إدراكهم للأشياء، ويظهر التمركز حول الذات واضحا في رسوم الأطفال في هذه المرحلة. التذكر، قدرة الأطفال ما قبل المدرسة على تذكر صور الأشياء أفضل من تذكر اسمها، بمعنى أن ذاكرة الأشياء تتفوق لديهم على ذاكرة الأسماء. إن تذكر الأطفال يعتمد على مستوى نموهم العقلي والمعرفي، وكذلك على نوع المادة المتذكرة، هل هي صورة أم أشياء أم أسماء. التخيل، يمتاز خيال الطفل في هذه المرحلة بالقوة، ويطغي الخيال على الحقيقة والواقع. والطفل في حياته مع الكبار يعاني من سيطرتهم عليه، وهو يسعى بخياله ليتخفف من مظاهر هذه السيطرة، والضغط الذي يشعر به متجاوزا بخياله حدود الزمان والمكان والمنطق والواقع. خصائص النمو الانفعالي، إذن خصائص النمو الانفعالي في هذه المرحلة، أهم خصائص النمو الانفعالي في هذه المرحلة من 3 إلى 5 سنوات: يزداد تمايز الاستجابات الانفعالية، وخاصة الاستجابات الانفعالية اللفظية، لتحل تدريجيا محل الاستجابات الانفعالية الجسمية. تتميز الانفعالات هنا بالشدة أو المبالغ فيها، غضب شديد، حب، تنديد. تظهر الانفعالات المتمركزة حول الذات مثل الخجل، إحساس بالذنب، مشاعر الثقة بالنفس. تظهر نوبات الغضب المصحوب بالاحتجاج اللفظي والأخذ بالثار أحيانا، ويصاحبه أيضا العناد والمقاومة والعدوان، وخاصة عند حرمان الطفل من إشباع حاجياته، وكثيرا ما نسمع كلمة لا في بداية هذه المرحلة. إذا خصائص النمو الانفعالي في هذه المرحلة: يزداد تمايز الاستجابات الانفعالية، وخاصة الاستجابات الانفعالية اللفظية، لتحل تدريجيا محل الاستجابات الانفعالية الجسمية. تتميز الانفعالات بالشدة والمبالغ فيها، غضب شديد، حب، تنديد. تظهر الانفعالات المتمركزة حول الذات مثل الخجل، الإحساس بالذنب، مشاعر الثقة بالنفس. تظهر نوبات الغضب المصحوبة بالاحتجاج اللفظي والأخذ بالثار أحيانا، ويصاحبه أيضا العناد والمقاومة والعدوان، وخاصة عند الحرمان الطفل من إشباع حاجيته، وكثيرا ما نسمع كلمة لا في بداية هذه المرحلة. تتأجج نار الغيرة عند ميلاد الطفل الآخر. تظهر عقدة قابيل، فعند ميلاد آخر جديد يشعر الطفل بتهديد رهيب، يهدد مكانته، ويشعر كأنه عزل من عرشه الذي كان يتربى عليه وحده دون سواه. يميل الأطفال في رياض الأطفال إلى التعبير عن انفعالاتهم بحرية وصراحة. يصعب التنبؤ بمخاوف إذن يصعب التنبؤ بمخاوف الأطفال بسبب ما يوجد بينهم من فروق، فالمثير الواحد قد يكون مخيفا لطفل وغير مخيف لآخر، كما أن الطفل قد يضطرب لمثير خاص في موقف معين ثم لا يلتفت إليه في موقف آخر. إذن تتأجج نار الغيرة عند ميلاد طفل آخر، وتظهر عقدة قابيل،
فعند ميلاد أخ جديد يشعر الطفل بتهديد رهيب يهدد مكانته، ويشعر كأنه عزل عن عرشه الذي كان يتربى عليه وحده دون سواه. يميل الأطفال في رياض الأطفال للتعبير عن انفعالاتهم بحرية وصراحة، ويصعب التنبؤ بمخاوف الأطفال بسبب ما يوجد بينهم من فروق، فالمثير الواحد قد يكون مخيف للطفل وغير مخيف لطفل آخر.